مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. شارك نورمار فيديو على انستغرام يجمعه مع بنت وكتب بكرة مفاجأة على يوتيوب واللي راح ينزل اليوم. صباح الخير يا جماعة. اخر يومين ما كنت فاضي ابدا، كنت كتير مشغول وعم بشتغل ليل نهار، فمشان هيك ما كنت احسن انام. فالبارحة جيت الساعة 9 بالليل ونمت، وهلا فوت الصبح شاملت لكم فيديو اللي رح ينزل اليوم الساعة 4. فبعد ما شارك الفيديو اجا عدد كبير من التساؤلات من طرف الجمهور، اغلبها كانت هل البنت بتكون حبيبته؟ ورد نور بستوري وعلق مجرد صداقة فقط بكفي اسئلة. واليوم كمان حنكتشف ما سر صور جواني ومريم الاخيرة بفيديو حيكون بعنوان بدك تعرفي، فهل راح تكون أغنية أو اعتراف أو فيديو تمثيلي؟ شو رأيكم؟ اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات. مو فلوكز ونارين بيوتي صاروا حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد الأنفولو اللي عملوه لبعض على انستغرام. فقبل أسابيع شارك مو فلوكز مقلب بنارين على قناته على يوتيوب، واللي كان آخر فيديو معها قبل ما ينتقل لبيت جديد، ويشارك فيديو بعنوان بداية حياة جديدة. ولحد الآن الفولو اللي بيناتهم وعدم مشاركتهم للستوريهات مع بعض سببهم غامض. ما رأيكم؟ اكتبونا رأيكم بخانة التعليقات. قبل أسبوعين شارك شيرو فيديو على يوتيوب بعنوان رح أترك اليوتيوب بسبب مرضي، واللي أخذ فيه قرار أخذ استراحة بسيطة بسبب وضعه الصحي. توجهت لشيرو بالخاص لأطمئن عن صحته وكيف صارت حاليا، وجوابه كان الحمد لله صرت أحسن، وإن شاء الله هالفترة رح نزل فيديو خبركم بكل شي صار، في شغلات جديدة صايرة معنا كمان رح تعرفوها. الحمد لله على سلامته، الله يديم عليه الصحة والعافية. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.